خلينا نروح لحالة إنسانية جات لنا لسه ربما قبل الهوا، قبل ما نطلع لحضراتكم على الهوا بلحظات حتى مش بدقائق، ولأنه عندنا دايما يقين أنه الخير بيجيب الخير، وأنه زي ما كنت مثلا امبارح بتكلم على وزارة الداخلية، الحاجات اللي بتعملها أنشطة بقى الإنسانية البعيدة بعيدة عن دورها في تطبيق الأمن، وبقول دايما أنه كلنا عندنا أكتر من دور في حياتنا ممكن نعمله. يعني حضرتك كمذيع، حضرتك كقناة فضائية، مع التوك شو، مع الانترتينمنت، مع المسلسلات، مع الترفيه، مع أي حاجة بتقدمها كمان ليك دور إنساني. جات لنا الحقيقة حالة إنسانية ومناشدة الحقيقة أنها جات لزميلنا العزيز ومديرنا رئيس قناة دريم الدكتور محمد خضر، على طول بعتها لنا، ويعني طلب حتى بشكل، مع أن الحالة جاياله حتى من حد ربما هو ما يعرفوش، بس في حاجات كده بتقف عندها ما بينفعش انك تأخرها. فدكتور السلام عليكم، دي حالة في مدينة راس غارب في البحر الأحمر. حضراتكم هتفتكروا انه اللي هو الصور الحالات اللي شفناها قبل كده، انه دول طفلتين مولودين براس واحدة، لكن لا، القصة مختلفة. الرسالة جاية بتقول انه دي مولودة اتولدت من 40 يوم ومحتاجين ضروري دكتور نعرض حالتها عند حضرتك لان دي حالة نادرة، ومحتاجين دكتور كبير مخ واعصاب، والناس ظروفهم المادية صعبة جدا. ممكن ناخد هاتفيا الاول الاستاذ جمال عبد العزيز، جار يعني اسرة هذه الطفلة او هذه المولودة. استاذ جمال اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. معلش يا دكتور احنا مش فاهمين الصوره، يعني هي المولوده مولوده براسين ولا هي راس واحده وفيها تضخم او فيها مشكله؟ راس واحده يا فندم. راس واحده وفيها مشكله في الورم ده، الورم اللي في خلف راسها اكبر من راسها سعادتك. الورم اللي ورا راسها ده اللي احنا شايفينه اكبر من حجم الراس نفسها. بالظبط كده يا فندم. طب استاذ جمال، التشخيص المبدئي اللي اتقال لأسرتها في المستشفى ايه؟ يا فندم الطفلة اتولدت تقريبا من 40 يوم. كان واجب على المستشفى ومدير المستشفى والمسؤولين يبلغوا مدير المديرية، ومدير المديرية يعمل اجراءاته، والحالة ما تخرجش من المستشفى غير لما يعالجوها. قالوا لهم روحوا البيت وخلوه على كده. قالوا له ايه يا فندم؟ قالوا له ايه؟ روحوا البيت وخلوه على كده. الاطباء قالوا للاسره روحوا البيت بيها وخلوها كده. خلاص هيسيبوها على كده ازاي؟ انا دلوقتي كنت عندهم هم جيراني سعادتك، هم جيراني، هم لا عندهم تليفون ولا عندهم عربيه ولا عندهم فلوس ولا عندهم اي حاجه، ودي حاله يعني حاله صعبه. واي انسان، اي مسلم، اي انسان في الدنيا يشوف الحاله دي لازم يتحرك. سعادتك الحاله صعبه، احنا بنطلب من سعادتك المسؤولين من قناة دريم ومن سيد وزير الصحة من القوات المسلحة علاج هذه الحالة. الحالة يا فندم حالة صعبة. سعادتك احنا بعتين الصورة، الورم ده مولود واحد يا فندم، دماغها والورم ده في خلف دماغها. ده عالج الحالة دي تقريبا دكتور مخ واعصاب. انا سألت دكاترة في مدينة غارب هنا وعملت صلاة، قالوا له مخ واعصاب. احنا نرجو من سعادتك ان صوتنا يوصل والحاله دي تتعالج عن طريق وزير الصحه، خليك عن طريق مستشفيات القوات المسلحه يا فندم. طيب خليك معايا يا استاذ جمال لو سمحت. خلونا بس نقول لحضراتكم انه قبل الهوا على طول زي ما قلت لما شفنا هذه الحاله، والله قبل الهوا بلحظات ربما، تواصلنا مع الاستاذ الدكتور احمد جابر استاذ المخ والاعصاب بطب عين شمس. وحقيقه دكتور جابر يعني من الشخصيات المحترمه جدا وخير للغايه، وربما في 20 ثانيه قلت له يا دكتور من فضلك جاي لنا حاله انسانيه وانا محتاجه مساعدتك، اللي انا فهمته انها طفله اتولدت راسها وفيها يعني تضخم في جزء من الراس، ما كنتش عارف لسه الورم والتفاصيل. فدكتور احمد جابر قال لي انا محتاجه اشوف الصوره عشان افهم بس بتتكلموا على ايه. بعتنا له الصوره من دقائق قليله جدا، ورشح زميله الاستاذ الدكتور خالد سعود لانه استاذ جراحه المخ والاعصاب طب عين شمس معانا هاتفيا. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟
مبدئيا بشكر حضرتك على يعني سرعه الاستجابه، انا عارفه انه لسه. لا يا فندم، ده حضرتك تؤمره في اي وقت. الله يخليك. دكتور خالد، الحاله دي ايه؟ وحضرتك سمعت من جار؟ انا شفت الصوره، انا شفت الصوره. هي طبعا دي حاجه وراثيه. وراثيه ولا حاجه؟ يا فندم، هو مش ورم ولا حاجه. هو في اطفال لما ساعه نمو وهو لسه جنين بيبقى عظم الجمجمه ما بيقفلش من ورم. فلما عظم الجمجمه ما بيقفلش بيحصل معاها ان جزء من المخ بيطلع بره الجمجمه. الجزء ده طبعا المشكله انه على حسب كميه المخ اللي طلع بره ومكان المخ اللي طلع بره ده بيبتدي يبقى المشاكل اللي ممكن تحصل في نمو الطفل بعد كده. لان الجزء اللي طلع بره ده ما ينفعش يرجع تاني. والتدخل الجراحي اللي بيتعمل ان احنا بنشيل الجزء اللي بره ده وبنرجع بنعيد تقفيل الانسجه المحيطه بالمخ والجمجمه. دي طبعا بتبقى جزء منها عوامل وراثيه، او في احيان كده بتبقى نقص الفوليك اسيد. عشان كده احنا دايما بنقعد نقول الحامل دايما بتنصح باخذ فوليك اسيد، اخذ فوليك اسيد في الحوامل. وساعات بتبقى نتيجه جواز الاقارب، يعني ساعات بيبقى في نتيجه جواز الاقارب، او بيبقى في حاجات امراض جينيه موجوده بتخلي الاطفال يحصل فيهم المشكله دي. طيب. انا مش عايز ادخل في تفاصيل جراحيه طبعا، احنا ربما مش متخصصين فيها، بس سؤال يا دكتور خالد، يعني الراس بالشكل ده والجزء الخلفي، حضرتك قلت انت معانا يا استاذ جمال عشان بس هتبلغ الكلام ده دلوقتي لاسره الطفله، هي اسمها ايه الاول؟ بس اسمها ايه استاذ جمال؟ المولود اسمها ايه استاذ جمال؟ طيب يا دكتور خالد، حضرتك قلت انه الجزء ده مش ورم ولا حاجه، وده يعني ده 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 جزء من نسيج المخ، جزء من نسيج المخ. ما دام طلع لبره كده ما ينفعش يرجع تاني تدخله جوه، ما ينفعش يرجع تاني. الجراحه بقى ايه يا دكتور؟ يعني بتفصله، هتفصله الجزء ده ازاي؟ عند بنشيل الجزء ده كله من بنيجي نفتح عند فتحه الجمجمه من ورا المفتوحه دي، بنكبرها شويه وبنشيل الجزء الزياده ده كله، وبنعيد تاني تكوين الانسجه المحيطه اللي هي الاغشيه المحيطه بالمخ. هي دايما المشكله الرئيسيه دلوقتي في الاطفال دول اللي مش تحتاج تدخل عشان ما يحصلهمش التهابات. يعني الجزء ده مش متغطي بجلد كويس. انا طبعا الصوره هم مغطيين الحته اللي كانت مغطيه، مش عارفين هي متغطيه بجلد ولا لا، او ده على فكره يعني علميا صح او يعني اثيكالي صح ان احنا نغطيها. الفكره كلها يا فندم ان احنا بنحتاج نرجع نعيد تكوين الاغشيه عشان هي بيحصل يعني المشكله اللي ممكن تحصل ان ساعات الحالات دي بتدخل في استسقاء بعد الجراحه، فبتحتاج تركب حاجه اسمها صمام. المشكله الثانيه هي مشكله النمو بقى، هل ده مخ حيان بشكل طبيعي ولا الطفل ده جاي بيبقى اقل، او زي ما بتقول عنده شويه حالات تاخر في النمو العقلي. ده بيتحدد ازاي يا دكتور؟ هتعرفوه ازاي؟ على حسب متابعه الطفل بالوقت، وعلى حسب كميه المخ. احنا طبعا قبل ما نعمل العمليه دي بنحتاج نعمل اشعه صحيه او رنين طبعا، وبنشوف كميه المخ اللي متاثره قد ايه. طيب العمليه يا دكتور، العمليه فيها نسبه ريسك عاليه؟ لا، هي مش ريسك. هي الريسك الوحيد في العمليه هي حكايه ان هو يخش في السفقه، او انه الحاجه الثانيه انه الطفل ما ينموش بشكل طبيعي. طيب استاذ جمال، انت معايا جار الطفله. الطفلة اسمها رحمة أحمد عبد الحليم. رحمة أحمد عبد الحليم. طيب أنت سمعت أستاذ الدكتور خالد صعود معانا على التليفون دلوقتي يا أستاذ جمال؟ أنا مع سعادتك سمعت. طيب. شرح الدكتور وسمعت الأسباب العلمية، هو هيكون تقريبا واحد من الثلاث أسباب دي. إحنا دلوقتي مش في الأسباب، إحنا دلوقتي في إزاي إن شاء الله يتم التعامل مع ده. أستاذ خالد، هل نقدر نطمع في يعني إنسانية وكرم حضرتك بتبني هذه الحالة؟ وده واجب. احنا انا استاذ طب عين شمس، احنا الكليه بتاعتنا فيها المستشفى اللي تابعها بتاعتنا اسمها مستشفى الدمرداش. احنا بنعمل عدد كبير من الحالات دي بانتظام، وهو كل الحكايه ان هو ياخد الحاله ويطلع بيها على مستشفى الدمرداش. لو حضرتك عايزين يعني يروح هناك هندخلها على طول بعد اذن حضرتك.
يعني انا هطلب من حضرتك انه ده واجبنا. لا لا ده الله يخليك وبس عايز اقول لحضرتك حاجه يا دكتور خالد. الاسره يعني حالتها الماديه صعبه جدا, مش حمل اشعاعات ولا حمل عمليه ولا اي حاجه. مستشفى الدمرداش يا فندم بتعالج كل المرضى دي بصوره مجانيه. الله يخليك الله يخليك. يعني ده 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 ودي مش اول حاله, ده احنا لو يوم قعدنا مع حضرتك ورينا لك الاف الحالات بتتعالج ان شاء الله. نيجي لحضراتكم مره في الدمرداش انا من فتره طويله بسمع قد ايه بتعملوا حاجات حلوه هناك حقيقي مجانا. عادي جدا وبتتعمل مجاني ويعني كل العيانين سواء حضرتك متواصلين عليهم ومش متواصلين عليهم هم متواصلين عليهم بس برضه هنوصي على رحمه. لا لا يا فندم ده ده طيب. واجبنا. ازاي 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 اسره رحمه يوصلوا لحضرتك؟ انا بعد اذن حضرتك بس عايزين الموضوع يبقى تحت اشرافك يا فندم. مستشفى الدمرداش مفتوحه 24 ساعه في اليوم 7 ايام في الاسبوع. طيب هم حضرتك يروحوا عايزين لا عايزين اليوم والساعه يا دكتور خالد. الساعه وجود حضرتك لو سمحت. الساعه اللي تناسبهم واليوم اللي يناسبهم. خلاص يدخلوا المستشفى ان شاء الله. تمام. بتبقى طبعا مع الاشتراك مع زمايلنا دكاتره الاطفال لان احنا غالبا الحالات دي بتحتاج محضن كمان. الموضوع ان شاء الله يترتب وكل حاجه ان شاء الله تبقى سهله ان شاء الله. وده هيبقى تحت اشراف حضرتك يا دكتور تحت وعد. تحت اشراف كل اساتذتنا. احنا الله يخليك. يعني الاسم كبير ومليان اساتذه وكلنا بنعمل. الله يخليك يا دكتور. انتظام شديد. الله يخلي حضرتك. احنا دلوقتي هنرجع لاهل رحمه وجارها وحضرتك يعني... لو عايزه في اي وقت يتصلوا بيا وان احنا نرتب لهم الموضوع ده. لو عايزه ايه يا فندم معلش؟ في اي وقت في اي حالات زي دي او غيرها. الله يخليك يا دكتور. الله يخليك. ومش بيا بس, اقول لحضرتك ده اسم قوي جدا وبنعمل الحالات دي بانتظام ويعني ده واجبنا كله. الله يخليك يا دكتور. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ الدكتور خالد سعود استاذ جراحه المخ والاعصاب بطب عين شمس. شكرا لحضرتك استاذ جمال. يا استاذ جمال معانا ولا لا يا شباب؟ ايوه يا باشا. ايوه يا استاذ جمال. تروح فين بس مننا يا فندم؟ انا مع سعادتك يا فندم. احنا دلوقتي ان شاء الله دكتور خالد هندخل رحمه المستشفى مستشفى الدمرداش, وزي ما سمعت كده لازم هيبقى فيه غالبا يعني ده اعتقاد دكتور خالد انه هيبقى فيه جزء فيه حضانه في الموضوع لسه عشان النمو بتاعها طبعا لسه في الاول. قسم الاطفال برضو لازم هيبص عليها وان شاء الله يا رب كل الموضوع يتم تحت اشراف دكتور خالد والاساتذه اللي موجودين هناك. طيب دكتور خالد مين يا فندم؟ والعلاج بالاشعه ان شاء الله بالعمليه بكل حاجه بالمجان يا استاذ جمال. باذن الله. الدكتور خالد مين يا فندم؟ دكتور خالد سعود. انا زمايلي دلوقتي حالا هيوصلوك بيه حالا دلوقتي. انا بشكرك جزيل الشكر استاذ جمال جار الطفله رحمه. ربنا يا رب يتولاها برحمته يا رب ان شاء الله يبقى ليها نصيب كبير من اسمها وباذن الله يا رب ان شاء الله تقوم العمليه صعبه طبعا جدا يعني. وده برضو بيرجعنا لما نسمع كده الاسباب اللي عرضها دكتور خالد, بيرجعنا برضو لفكره زواج الاقارب, بيرجعنا برضو لفكره في برضو حاجات اللي هي زي الفوليك اسيد والحاجات دي اساسيه في الحمل. العالم كله دلوقتي لقى انه ده مش حاجه كماليه, مش سبلمنت الحامل بتاخده, مش حاجه اضافيه او تكميليه, ده بقى حاجه اساسيه دلوقتي. حمض الفوليك لما بينقص عند المراه الحامل بيعمل مشكله مع الجنين كمان ممكن ومع صحتها, او لو حاجه وراثيه بقى ملهاش طبعا يد فيها. في كل الاحوال ان شاء الله انا والله دايما لما بتبقى في حالات زي كده وسبحان الله ربنا بيسبب الاسباب وبنطمن ان باذن الله هتبدا علاجها على طول. وبالحاله الانسانيه دي بقول الخير في امتي الى يوم الدين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله الخير موجود في هذه الامه. وتحيه كبيره لدمرداش الحقيقه وجامعه عين شمس, بيعملوا شغل هايل في استقبال هذه الحالات واساتذه محترمين جدا بيدخلوا الحقيقه عمليات وبيقعدوا فيها ربما بالساعات ولا يتقاضوا اي اجر. ده جزء من انسانيتهم ومن ضميرهم المهني, فتحيه ليهم الحقيقه.